صباح الخير على كل مشاهدي قناة On Time Sports في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من صباح On Time، هنناقش ونحلل أهم وأبرز الموضوعات والأخبار الرياضية على مدار ساعة ونص في صباح On Time. حلقتنا بالحديث عن دوري نايل اللي خلاص انتهت منه الجولة الرابعة واللي اتلعبت يوم السبت والحد والاثنين، وفي الحقيقة شهدت مفاجآت كتير جدا وتغيير في لعبة الكراسي الموسيقية في دوري منتظم جدا لغاية دلوقتي، ان شاء الله يكمل للنهاية بنفس المستوى الفني العالي والتنظيم الجيد اللي اختلف اكيد بدون شك عن الموسم اللي فات. لو هنبتدي مع حضراتكم أبرز إحصائيات مسابقة دوري نايل اللي اتلعبت منها لغاية دلوقتي أربع جولات، وأول حاجة لاعب الأسبوع في كل مباراة في الجولة الرابعة هنبتدي بعبد الرحمن البنوبي لاعب نادي زد، فاز برجل المباراة في فوز زد على حرس الحدود 2-0. وفي المباراة الثانية محمود زلكة لاعب سيراميكا كليوباترا فاز بأفضل لاعب بعد اكتساح سيراميكا كليوباترا لمودرن سبورت بأربع أهداف مقابل هدف. كمان عماد فتحي لاعب طلائع الجيش فاز بأفضل لاعب بعد فوز طلائع الجيش الغالي جدا على الاتحاد السكندري في الإسكندرية 1-0. مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي كمان خد رجل المباراة بعد ما ساهم في تعادل النادي الأهلي مع البنك الأهلي بدون أهداف، ولعب مصطفى شوبير دور مهم جدا في الحفاظ على شباك فريقه نظيفة طوال 45 دقيقة في الشوط الأول بالتحديد. رضا السيد نجم نادي إمبي أيضا شارك في فوز إمبي الغالي والأول في المسابقة على حساب نادي الإسماعيلي بهدف دون رد. ومحمد علاء حارس مرمى نادي الجونة اللي كان ليه دور في خروج مباراة الجونة مع سموحة في الإسكندرية بالتعادل السلبي. محمود جهاد نجم نادي فاركو اللي سجل في فوز فاركو على بتروجيت 2-1. وبالنسبة للنادي المصري محمد الشامي نجم النادي المصري اللي سجل هدف فوز المصري الغالي على بيراميدز طبعا في الجولة الرابعة في قمة مباريات الجولة. أخيرا عبد الله السعيد نجم نادي الزمالك اللي ساهم بشكل مؤثر في فوز الزمالك الكبير على غزل المحلة 4-0 وصنع الهدف الأول لناصر منسي. 17 هدف هي حصيلة الجولة الرابعة من دوري نايل. أكتر المباريات اللي شهدت أهداف كان لقاء سيراميكا كليوباترا مع مودرن سبورت اللي انتهى ب 4-1 لصالح سيراميكا كليوباترا. نتيجة التعادل السلبي كانت حاضرة في لقائين، البنك الأهلي مع النادي الأهلي وسموحة مع الجونة. أربع ضربات جزاء تم احتسابهم في الجولة الرابعة، اثنين منهم تم تسجيلهم عن طريق رشاد المتولي لاعب بتروجيت في خسارة فريقه قدام فاركو 2-1، وأحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك في فوز فريقه على المحلة 4-0. أضاع لاعب النادي الإسماعيلي عماد حمدي وخالد النبريسي ضربتي الجزاء في خسارة الإسماعيلي أمام إمبي 1-0. حالات الطرد في حالتين طرد
في الجولة الأولى كانت من نصيب خالد زيادة، لاعب بتروجيت في الثواني الأخيرة من مباراة فريقه مع فاركو، والتانية كانت من نصيب يحيى زكريا لاعب غزل المحلة أمام الزمالك في أول 3 دقايق من عمر المباراة. أكتر فريق سجل أهداف هو نادي الزمالك، سجل 9 أهداف، وأقل فريق سجل هو نادي الجونة، ما سجلش ولا هدف للأسف حتى الجولة الرابعة. المفارقة الغريبة إن نادي الجونة هو تاني أقوى دفاع في الدوري لغاية دلوقتي، لأن سكن مرماه هدف وحيد بعد النادي المصري اللي حافظ على نظافة شباكه حتى الآن. 5 أندية ما حققتش الفوز لغاية دلوقتي، الجونة ومودرن سبورت وبتروجيت وحرس الحدود والبنك الأهلي. تغيير المدربين في 2 حالة لغاية دلوقتي بعد نهاية الجولة الرابعة، كانت الأولى كانت من نصيب كابتن سيد ياسين نادي إنبي طبعا، وتم إسناد المهمة لكابتن محمد إسماعيل اللي كان مدير الكرة في الفريق. الحالة الثانية كانت في استقالة كابتن أحمد عيد عبد الملك بشكل مفاجئ بعد الخسارة أمام نادي الزمالك في المباراة الأخيرة، وبعد 4 جولات فقط، رغم أن المحلة سجل تعادل مع الإسماعيلي فاز على الجونة. عشان كده استقالة أحمد عيد عبد الملك استقالة مفاجئة، يمكن مش في محلها على الإطلاق. على النادي غزل المحلة عن تعيين جهاز فني مؤقت بقيادة عصام محيسن لحين الاستقرار على مدير فني جديد. بنظرة عامة على دوري نايل هنلاقي ان الترتيب اول 4 أندية، النادي المصري البورسعيدي عنده 10 نقاط بيجي ورا منه الزمالك 9 نقاط، النادي الاهلي عنده 8 نقاط وبيراميدز عنده 7 نقاط. الـ4 أندية هم المشاركين في البطولات الأفريقية في دوري الأبطال وفي كأس الكونفدرالية. لو هنروح لترتيب هدافي دوري نايل بعد مرور 4 جولات، بيجي في المركز الأول ناصر منسي مهاجم نادي الزمالك عنده 4 أهداف، علي فوزي مدافع إنبي عنده 3 أهداف، ومحمود زلاكا سيراميكا كيلوباترا عنده 3 أهداف. دي كانت أبرز وأهم إحصائيات الجولة الرابعة، بجانب كده نظرة سريعة طبعا على أهم ظواهر دوري نايل حتى الآن. خلينا نتابع ونشوف الأسبوع اللي جاي اللي هيبدأ يوم الخميس إن شاء الله 19 ديسمبر والجمعة والسبت حتى يوم 21 ديسمبر، وقبليها هنبدأ منافسات كاس الرابطة المصرية، كله أكيد طبعا هيكون مع حضراتكم على On Time Sports. طيب خلينا نروح بقى لتصريح وتعليق. تصريحات اللي معايا لناصر منسي مهاجم نادي الزمالك اللي بيطمح في المنافسة على تحقيق لقب هداف الموسم الحالي في مسابقة الدوري. قال ناصر منسي ايه؟ قال ان هو بيطمح للتتويج بلقبي الدوري والكونفدرالية في الموسم الحالي. قال كمان ان هو بيريد المنافسة على لقب هداف الدوري، وقال ان هو سبق لي اللعب مع عبد الله السعيد في بيراميدز وعارف كويس جدا هو بيفكر ازاي. قال توقعت تمريره الهدف الاول في غزل المحله عشان كده اتحركت سريعا ونجحت في التسجيل. قال ما حصلتش على فرصه المشاركه كامله عند قدومي للفريق، لكن في الموسم الحالي بجتهد كتير جدا وحاسس بالتوفيق بيه ولازمني للسبب ده هو سبب اجتهاده. قال كمان ان جوميز لعب دور كبير في ظهوره بشكل جيد مع الفريق خلال الفتره الاخيره، ودايما بيمنحه الثقه وبيجهزه بشكل جيد للمباريات. ختم كلامه واتكلم عن طريقه الاحتفال بالاهداف، وقال ان هو ما بيحضرش للموضوع ده خالص وتركيزه الكامل داخل الملعب والاحتفال بيجي برزقه، هو قال كده. فده كان تصريحات لناصر أنسي في طبعا بيعيش يعني فترة من أزهى فتراته مع نادي الزمالك. معايا تصريح تاني ولكن عن النادي الإسماعيلي اللي قدر أنه هو يخفض عقوبة الجزائري محمد بن خماسة لاعب الفريق السابق، بقت 273 ألف دولار بدل ما كانت 1,900,000 دولار و 300 عفوا
محسن عبد المسيح عضو مجلس الإدارة بتاع لنادي الإسماعيلي اتكلم عن مستجدات الملفات المتعلقة بشأن القضايا المرفوعة على النادي من بعض لاعبي السابقين، وقال قدامنا 45 يوم عشان ندفع قيمة غرامة محمد بن خماسة، وقال ان خلال الفتره دي بنستطيع التواصل مع اللاعب والاتفاق معه على تقسيط المبلغ. قال كان علينا 12 قضيه تمت تسويتها، وبعد الحكم في قضيه بن خماسه بيتبقى فقط ازمه فراس شواط، وقال ان الحكم في قضيه بن خماسه بيعتبر في صالح الاسماعيلي، وقال ان احنا كمان توصلنا من فتره لاتفاق بتقسيط غرامات جان موريل وكارميل. ده بالنسبة للتصريحات الخاصة بالنادي الإسماعيلي والأزمات والقضايا اللي فيها مستحقات متأخرة. عايزة أروح لموضوع تاني، وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن قواعد إجراء قرعة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية اللي المفروض هتكون الصيف اللي جاي بإذن الله. قرعة كأس العالم للأندية هتكون بكرة إن شاء الله الساعة 8 بتوقيت القاهرة، واللي هيكون فيها النادي الأهلي ضمن فرق التصنيف الثالث قبل إجراء القرعة. وفيفا كشف عن بعض القواعد الخاصة بالقرعة، ومنها أن فريق إنتر ميامي بقيادة ميسي هيلعب مباراة الافتتاح للبطولة. وجت أهم القواعد قبل القرعة كالتالي: لا يمكن لأي مجموعة أن تضم أكثر من فريق من نفس الاتحاد الكوري باستثناء أوروبا، وهيتم وضع فريقي إنتر ميامي وسياتل بشكل تلقائي في التصنيف الرابع للمجموعتين الأولى والثانية. وهيلعب إنتر ميامي المباراة الافتتاحية للبطولة على ملعب هارد رود في ميامي، وبناء على قواعد القرعة ومع تواجد فريق بوتافوجو البرازيلي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، هيتجنب فريق أمريكا الجنوبية التواجد مع كل من رباعي أمريكا الجنوبية من التصنيف الأول، وهيتواجد منهما مع فريق من الرباعي الأوروبي. وبذلك سيتجنب النادي الأهلي فريقين من أوروبا بالتصنيف الأول، وهيكون متاح لي إما رباعي أمريكا الجنوبية أو الثنائي المتبقي من أوروبا للوقوع مع أحدهم في القرعة. طيب، تصنيفات أو تصنيف مستويات الفرق جت كالتالي: التصنيف الأول جه مانشستر سيتي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، فلامينجو البرازيلي، بالميراس البرازيلي، وريفر بليت الأرجنتيني، وفلومينينزي البرازيلي. التصنيف الثاني جي تشيلسي الإنجليزي، بروسيا دورتموند الألماني، إنتر الإيطالي، وبورتو البرتغالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وبنفيكا البرتغالي، ويوفنتوس الإيطالي، وريد بول سالزبورغ النمساوي. التصنيف الثالث جي فيه الهلال السعودي، أولسان هيونداي الكوري، والأهلي المصري، والوداد المغربي، ومونتيري المكسيكي، وكلوب ليون المكسيكي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، وبوتافوجو البرازيلي. التصنيف الرابع أوراوا ريدز الياباني، والعين الإماراتي، الترجي التونسي، مامالدي سان داونز، وباتشوكا المكسيكي، وسياتل ساوندرز الأمريكي، وإنتر ميامي إنتر ميامي الأمريكي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي. ده بالنسبة للتصنيفات الخاصة بالقرعة اللي هتقام بكرة بإذن الله، وإن شاء الله بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي تكون مشاركة قوية، وإن شاء الله يقدر يحقق نتائج إيجابية. نروح بقى لإمبارح، كان ختام منافسات الجولة العاشرة بالكامل من دوري القسم الثاني ألف اللي اتلعبت على مدار 3 أيام كاملة بمباراة السكة الحديد مع الترسانة اللي انتهت بفوز غالي جدا لنادي الترسانة مع مدربه كابتن أحمد كشري بهدف نظيف. عشان كده بالهدف ده بيرفع رصيده للنقطة 16، بيتوقف رصيد السكة الحديد عند النقطة 9 في المركز 15. خليني أقول لحضراتكم نتائج الجولة بالكامل وترتيب أول 5 أندية بعد نهاية الجولة العشرة: المنصورة مع بلدية المحلة انتهت بالتعادل 0-0،
وطنطا مع سبورتينج فوز طنطا 3-0، وبروكسي مع كهربة الإسماعيلية 3-2، أسوان والمقاولين 0-2 للمقاولين، وديروت مع منتخب السويس انتهت بفوز منتخب السويس 3-1، أبو قير للأسمدة مع القناة 2-1 للقناة، ولافينا مع الداخلية 3-2 للداخلية. رايا مع بترول أسيوط تعادل سلبي، وادي دجلة مع المصرية للاتصالات تعادل سلبي، سكة الحديد مع الترسانة فوز الترسانة 1-0. خليني برضو أفكر حضراتكم أن دوري القسم الثاني ألف شهد حتى الآن 8 حالات رحيل للمدربين، ما بين إقالات ما بين استقالات، آخرهم امبارح كان رحيل كابتن إبراهيم صلاح عن بلدية المحلة. وترتيب أول 5 أندية حتى الآن مقاولين العرب بيتصدر مع 23 نقطة، وادي دجلة مع 21 نقطة، المصرية للاتصالات 19 نقطة، وأبو قير للأسمدة 17 نقطة، وكهربة الإسماعيلية 16 نقطة. دي كانت نهاية مباريات الجولة العاشرة وترتيب أول 5 أندية في دوري القسم الثاني ألف اللي بدأ يدخل مرحلة الجد وصراع التأهل لدوري نايل اللي هيكون من نصيب أول 3 أندية مباشرة لدوري نايل. وفي الحقيقة هو مش أول موسم يبقى بالقوة دي، موسم اللي فات كمان دوري المحترفين بقى قوي جدا والمنافسة فيه شرسة جدا. لسه بنتكلم عن الأجواء اللي احنا دلوقتي بنعيشها، وطبعا يعني مع دخول فصل الشتاء وخصوصا مع استمرار حالة برودة الجو الفظيعة اللي احنا فيها، مهم جدا انك تعرف ازاي تدرب نفسك بشكل كبير. قصة تانية خالص بعيد عن الكورة، عشان يعني يمكن في ناس كتير مع دخول الشتاء بيبقى عندها مشكلة في المفاصل ومع البرد، يعني طول الوقت في ناس كمان بيبقى عندها شغل الوقت طويل جدا، يعني بيبقوا قاعدين وقت كبير جدا على المكتب، ودايما بيبقى معنا حاجة لايت كده في حلقتنا نتكلم عنها. عشان كده كنا حريصين ان احنا يكون لنا لقاء مع خبير في الصحة الحركية ومدرب اللياقة البدنية مسلم عمر، اللي اتكلم فيه ازاي تقدر ان انت تتمرن وتعمل تدريبات مرونة للمفاصل حتى وانت في الشغل، يعني حاجات بسيطة جدا ممكن تفك معاك اليوم حتى لو انت لابس فورمال مش لابس تريننج سوت او رايح الجيم، وقد ايه مهمة جدا التدريبات دي مرونة المفاصل خاصة في فصل الشتاء. خلينا نقرب اكتر شوف التقرير مع حضراتكم نرجع مرة تانية. طب هي تمارين الفلكسبيليتي اكسرسايز مقتصره على الناس اللي هم لابسين ملابس رياضيه بس، ولا ممكن الناس اللي بتلبس فورمال وطول النهار يعني لابسه لبس معين ما تقدرش تعمل التمارين دي؟ طب انا عايز اقول لكم ان التمارين دي مهمه جدا جدا للناس اللي هي شغاله في الفيلد الامن وشغالين في الاعمال اللي هي بتضطرهم يلبسوا بدله ويلبسوا فورمال يقعدوا طول النهار، لان الاستاتيك يعني ثبات الجسم لفتره طويله بدون حركه ده مش صح للمفاصل وخصوصا في فصل الشتاء. علشان كده انا قررت النهارده ان انا بعرض التمرينات الفلكسبيليتي اكسرسايز للمره الثانيه، وهنضيف لها تمرينات الاسترتشنج ان انا اكون لابس فورمال، علشان اوصل رساله لكل اصدقائي طبعا اللي انا ببلغهم ان انت ممكن تعمل فلكسبيليتي حتى وانت في مكان العمل او في وقت العمل. كانوا دايما بيقولوا لي طب هنعمل كده ازاي واحنا لابسين الفورمال؟ خلينا كده نركز، يعني انا مش لازم اكون عندي مساحه بس انا واخد بس معاكم فيو علشان ايه شكل التصوير نفسه. تمرينات الفلكسبيليتي as you see زي ما انتم شايفين بنستارت فيش فيها اي مشاكل، انت جسمك ستاند، رجل التانية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وطبعا عارفين ان التمارين دي مهمه جدا جدا علشان خاطر فصل الشتاء والمفاصل دي بتحتاج دايما لحركه حيويه. طبعا مفصل الوسط احنا ممكن ناخد يعني بلمس بس البنطلون بتاعي وبحرك ايدي عليه بسيط 1 2 3 4 5 6 7، ظهري طبعا مفرود اوكي، قدام ورا 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 10. ده تمرين لمرونه الوسط، طبعا كنا عملناه بشكل مختلف قبل كده. هنخش بعد كده على المفصل اللي هو الشولدر، 1 2 3 4 5 6 اوكي. هنعكس 1 2 3 4 5 6 7 8 تمام. وطبعا عارفين انا بعد 7 او 8 او 9 او 10 عداد، انا مش لازم الزم نفسي برقم معين. بعد كده بخش على ايه، مفصل الكوع، وده مفصل مهم جدا. بعد 5 عدات وبعكس 1 2 3 4 5، ايدي الثانيه بعكس. وقبل ما اخش على المفصل الثاني عايز اقول لكم، لو انت حضرتك قاعد على المكتب طول النهار، طبعا السمارت ووتشز بقت فيه اوبشن دلوقتي، لو هو حاسس ان انت ستاتيك وقاعد فتره طويله ما بتعملش اي حركه، بتلاقي فيه الارم، جرس او تنبيه بيقول لك قوم اتحرك. طبعا كلنا بنشوف الحاجه دي واحنا يعني لابسين الساعات السمارت ووتش، وده معناه ان الدوره الدمويه بتاعتي او المفاصل بتاعتي لازم اقوم اتحرك، لان ده بيكون فيه خطوره على الدوره الدمويه او على اعصاب او جسم الانسان. بعد كده بنخش على تمرين بسيط جدا بنلف فيه الراسخ، 1 2 3 4 5 6، بنعكس الجهه الثانيه، 1 2 3 4 5 6، واخر حاجه عندنا رقبه، 1 2 3 4 5 6، وبعكس 1 2 3 4 5 6. وبكده يبقى احنا عملنا كل تمارين الفلكسبيليتي اكسرسايز، تمارين مهمه جدا جدا لمرونه المفاصل ومرونه الجسم. وحضرتك وانا لابس فورمال وما حصلش اي حاجه تمام، وبتعملها في اقل نطاق، لو حضرتك محرج تعملها في بره قدام الناس، فانا عايز اقول لحضرتك ان انا وانا بصمم الفايف توبكس لمرات السوانسو اكسرسايز صممتها ان هي تتعمل يعني سوري في التواليت في الحمام. تخيل انا اشتغلت وانا واقف مكاني، يعني انت هتخش هتعمل التمرينات وهتخرج تاني، ايه المشكله اللي عندك؟ يعني صحه جسمك صحه مفاصلك مهمه جدا. تمرينات بسيطة جدا يقدر اي حد يعملها بسهولة. في الحقيقة يعني واضح ان كابتن مسلم اشتغل على كل مفاصل الجسم، ممكن اي حد يعملها واي سن واي عمر واي وقت انت موجود فيه خلال اليوم. فاعتقد ان الموضوع هيفرق معنا بشكل كبير جدا لو احنا داومنا وواظبنا عليه. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم في صباح اون تايم، خليكم معنا. خلينا نروح لموضوع تاني هياخد اهتمام كبير الفترة اللي جاية، وهو مستقبل نجومنا المحترفين في أوروبا. واحنا بنعيش خلاص الشهر الأخير من نهاية العالم العام الحالي 2024، هندخل خلال أسابيع مع عام جديد نتمنى إن شاء الله إن هو يكون خير على بلدنا الأول وعلى نجومنا كمان في أوروبا، لأن ده هينعكس بالإيجاب على منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الأفريقية وختام كمان تصفيات كأس العالم. نبدأ من عند الدوري الفرنسي اللي عندنا فيه اتنين من المحترفين، محمد عبد المنعم ومصطفى محمد، الاتنين بيلعبوا في نادي نيس ونادي نانت الفرنسي. اولا المدافع الدولي محمد عبد المنعم اللي بدا رحله احتراف في اوروبا في احدى اكبر دوريات العالم اللي بياتي في التصنيف الخامس في اوروبا، الليجا الفرنسيه، مع نادي نيس احد انديه الوسط في الدوري الفرنسي. محمد عبد المنعم لعب لغايه دلوقتي مع نيس 7 مباريات في الدوري ومباراتين في الدوري الاوروبي، نسبه مشاركته بتقترب من 75% بشكل اساسي. المدرب فرانك هايس بدا يعتمد على عبد المنعم بشكل كبير في تشكيله نيس، والفريق بيحتل المركز السادس لغايه دلوقتي، وده مركز مش وحش حتى لو كان الفريق صادفه سوء توفيق في اخر مباراتين في الدوري الاوروبي امام رينجرز الاسكتلندي او اولمبيك ليون الفرنسي الخساره بالاربعه. لكن ده ما يمنعش ان عبد المنعم اخذ خبره نوعا ما تقدر ان هي تؤهله ان شاء الله انه مع نهايه الموسم يكون في مكان افضل. طيب نروح للمحترف الاخر في الدوري الفرنسي وهو المهاجم المميز جدا مصطفى محمد، لاعب نادي النانت، وللاسف نادي النانت بيعيش
فترة صعبة، بيحتل المركز قبل الأخير مصطفى محمد مع نانت في الموسم الحالي مش أفضل حاجة لغاية دلوقتي، سجل هدف وحيد في الدوري من مشاركتين فقط، الباقي احتياطي. خرج بشكل نسبي خارج التشكيلة الأساسية للمدرب أنطوان كومباري. واضح أن مصطفى محمد هيكون خارج حدود الليجا الفرنسية في الموسم اللي جاي، واحتمال كمان انتقالات يناير 2025 نشوف مصطفى محمد في دوري تاني خالص، ولكن أكيد بنتمنى طبعا أن ده يحصل، لأن فريق نانت مش أفضل حاجة الموسم ده، ومصطفى كان نجم الفريق الموسم اللي فات، كان سجل 8 أهداف، كان هداف الفريق، كان لازم يشوف تجربة تانية خارج نانت، لكن النادي رفض رحيله. دلوقتي الموقف أن نادي نانت يعني بيفكر في بيع مصطفى محمد، وأكدت تقارير أن مسؤولي نانت حددوا 11 مليون يورو لرحيل مصطفى محمد، وأتمنى أن ده يحصل، لأن مصطفى عنده إمكانيات كبيرة جدا تناسب فريق أكبر من إمكانيات نانت الفرنسي. نروح من الدوري الفرنسي للدوري الألماني، ونجمنا العالمي اللي أصبح حديث أوروبا كلها هو عمر مرموش، نجم انتراخت فرانكفورت اللي ماشي معاه بشكل مميز جدا لغاية دلوقتي، سواء في البونز ليجا الألمانية أو الدوري الأوروبي. لعب في الدوري الألماني 12 مباراة، سجل 13 هدف، رقم مبهر جدا. لعب في الدوري الأوروبي 5 مباريات، سجل 3 أهداف. لعب في كأس ألمانيا مباراتين، سجل هدف وحيد. يعني لعب من بداية الموسم في كل البطولات 19 مباراة، سجل فيهم 17 هدف، ودي نسبة نجاح كبيرة جدا بتتخطى 95%. فريقه بيحتل المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بيجي بعد بايرن ميونخ المتصدر برصيد 30 نقطة. عمر مرموش القيمة التسويقية لي على ترانسفير ماركت وصلت لي 40 مليون يورو، لكن مش الرقم اللي طالبه فيه نادي انتراخت فرانكفورت، لان النادي طالب اكتر من كده بكتير. وافتكر ان عمر مرموش مع نهايه الموسم هيكون سعره وصل لاكتر من 60 مليون يورو، وهتبقى صفقه انتقاله في الميركاتو الصيفي هي اعلى صفقه انتقال للاعب افريقي في التاريخ، هيتفوق فيها على اشرف حكيمي اللي كان انتقل من انتر ميلان لباريس سان جيرمان مقابل 65 مليون يورو، ورياض محرز اللي انتقل من ليستر سيتي لمانشستر سيتي مقابل 60 مليون استرليني. واكيد بنتمنى لمرموش طبعا كل التوفيق في نهايه الموسم، تكون نهايه كمان سعيده مع نادي المدينه الصناعيه في المانيا، وبدايه جديده ان شاء الله في انجلترا او اسبانيا، مش اقل اكيد من كده. اخر نجم هتكلم عنه النهارده اكيد هو فخر العرب محمد صلاح، اللي لسه بيقدم الحقيقه مستوى مبهر في البريمير ليج مع ليفربول. خليني اقول لحضراتكم ارقام صلاح في الموسم الحالي، من بدايه الموسم لغايه دلوقتي صلاح لعب مع ليفربول في الدوري الانجليزي 13 مباراه، سجل 11 هدف، بيجي بعد هالاند بفارق هدف وحيد في وفي دوري الأبطال أوروبا لعب 5 مباريات سجل هدف وحيد، وفي بطولة الكأس لعب مباراتين سجل هدف وحيد. يعني من بداية الموسم صلاح لعب 20 مباراة سجل فيهم 13 هدف، ودي برضو نسبة نجاح كبيرة جدا إن هو هداف طوال الثمان مواسم كاملة، يعني مفيش غير موسم أو اتنين كان مشترك معاه ساديو ماني، لكن مفيش موسم تأخر صلاح عن المركز الأول في ترتيب هدافي الفريق. يبقى من المنطقي أن طلباته تكون أهم أولويات النادي. إذن خلينا نستنتج أنه في حالة مغادرة صلاح ليفربول هيكون قدامه أكتر من خيار، وارد جدا نشوفه في ملعب بارك دي برانس مع نادي العاصمة باريس سان جيرمان. وبالمناسبة كمان هيكون اقتراح مثالي جدا لمسؤولي باريس سان جيرمان لتعويض رحيل مبابي، أو وارد نشوفه في مكان تاني في الدوري الإنجليزي، أو نشوفه خارج أوروبا
تماما في الدوري السعودي او الدوري الامريكي. على العموم اي قرار هياخده صلاح متعلق بمستقبله بيكون طبعا تحت دراسة كبيرة جدا، مفيش اي قرار بالنسبة لصلاح بياخده بشكل مش مدروس. اتمنى كل التوفيق ان شاء الله يا رب لنجومنا في اوروبا، محمد عبد المنعم، مصطفى محمد، عمر مرموش، صلاح، ويكون نهاية العام الحالي فتحة خير عليهم ان شاء الله في العام المقبل، لان يهمنا جدا قبل ما ندخل في نهائيات كأس الأمم الأفريقية يكون معانا 4 سفراء محترفين كبار في أكبر أندية في أوروبا. خلينا ناخد معانا على التليفون واحد من نجوم طبعا كرة القدم المصرية ونجم منتخب مصر السابق في النادي الأهلي، وكان ليه برضو تجربة احتراف عظيمة، كابتن محمد عمارة. صباح الخير على حضرتك يا كابتن. صباح الخير يا أميرة، ازيك؟ منورني. الله يخليك، ده نورك انت. لسه كنت بتكلم عن المحترفين مع نهايه موسم او نهايه عام عفوا وبدايه عام جديد، واكيد طبعا يعني كل لاعب من اللاعبين اللي اتكلمت عنهم عنده طموح، ما بين ان هو يثبت وجوده مع فريق، ما بين ان هو يشوف نادي افضل زي مصطفى محمد كنت لسه بتكلم عليه، وما بين صلاح ممكن يشوف واجهته اللي جايه ايه، عمر مرموش اللي متالق جدا في الدوري الالماني، ماذا عن ما يقدمه محترفينا في الخارج؟ الحقيقه زي ما انت قلت كده يا اميره، يعني في ناس كده منوره كده، تحس ان يعني الدنيا كويسه معاهم وماشيين كويس جدا بدليل النتائج والارقام. يعني النهارده بتتكلم على عمر مرموش في الدوري الالماني مع فرانكفورت، هو يفصله هدف واحد عن المتصدر يعني روي كين. ف النهارده بتتكلم على صلاح في ليفربول برضه، يعني تقريبا برضه هدف او هدفين عن صداره الدوري، وصدر الدوري ب 34 بونت في فارق حوالي يعني اللي تحتيهم 24 او 25 بحوالي 8 بونت يعني. فتقريبا خلاص كده لو ليفربول مشي على المستوى دوت والمنهج ده ان شاء الله نقول مبروك لصلاح على الدوري اللي اللي بقى تاني مرة تالت مرة هداف وبطولة قوية جدا في الدوري الانجليزي. فدي ارقام طبعا احنا كمصريين فرحانين بيها جدا ومبسوطين ان عمر مرموش بيشتغل بشكل كويس جدا جدا، وعنده اكيد في نهاية السنة هيجيله عروض كبيرة جدا من فرق مختلفة تماما. وزي ما قلت لك قبل كده في مداخله تليفونيه، اهم حاجه الاختيار واهم حاجه ان هو يشوف مصلحته كويس جدا. لو في فرقه كبيره من الالماني انا افضل ان هو يبقى موجود في الدوري الالماني. ده كان هيبقى سؤالي لحضرتك، يعني حضرتك كان ليك تجربه كبيره في الدوري الالماني، وكنت هسالك يعني هل تفضل استمرار عمر مرموش في الدوري الالماني ينتقل بايرن ميونخ لنادي افضل من فرانكفورت، ولا ان هو ينتقل لدوري اخر تماما؟ الحقيقه لو جاله في بايرن ميونخ او بروسيا دورتموند او ليفركوزن مثلا، دي فرق كبيره جدا في المانيا وفرق دايما، يعني ليفركوزن واخد الدوري الالماني السنه اللي فاتت بتنافس ودايما بتلعب في البطولات الاوروبيه وعلى الساحه الاوروبيه موجوده بشكل قوي جدا، وهو خلاص هيبقى استسلم في الدوري الالماني على الاقل مرحله مش هتعدي سنتين ثلاثه كمان، يبقى برضو دي مرحلة كويسة جدا يعني عشان ما يروحش ياخد تجربة اشوف ان هي ممكن تبقى جديدة عليه سواء في اسبانيا او انجلترا او ايطاليا. شايف ان هو الكيمستري بتاعته اتطبعت بالدوري الالماني ف بالظبط كده، وبعدين هو يعني عمر اشوف ان هو يعني عقليته ما شاء الله عليها، مهتم جدا بنفسه مهتم بشغله، بشوف الصحف الالمانية دايما بتتكلم عليه كويس، يعني البيلد سايتونج هناك بتشتغل يعني يوميا على معلومات عنه بشكل كويس جدا. فانا وجهه نظري ان هو يستمر في الدوري الالماني الفتره اللي جايه، بس يروح فرقه بقى طبعا يبقى برضه طموحاتها اكبر على المستوى الاوروبي. تتوقع صلاح يجدد مع ليفربول ولا ممكن ينتقل عن خارج ليفربول؟ الحقيقه يا اميره يعني كلنا تابعنا الفتره الاخيره، يعني صلاح دايما بيوجه رسائل
بيقول لك المشكله مش عندي، المشكله عند الاداره بتاع ليفربول. فده واضح فيها يعني فتور في التفاوض، وفي نفس الوقت انا مش عارف، حاسس ان هي سياسه ان صلاح يعني يرحل من ليفربول يعني، انما يعني مش موضوع ارقام خالص يعني، ليفربول مش هيبقى عاجز على ان هو يعمل الرقم اللي صلاح محتاجه يعني. وكنت بشوف ان صلاح بياخد برضه يعني من تقريبا اكبر رقم في الفريق دلوقتي يعني. فالموضوع مش موضوع تجديد فلوس او زياده فلوس او زياده عقد، لا الموضوع انا شايف ان صلاح بقى ظاهره قويه جدا 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 في الشارع الانجليزي، وده طبعا يعني برضو مش عارف يعني، لان صلاح بادر قبل كده ان هو يجدد عقده مره واثنين وثلاثه، تقريبا المشكله مش عند صلاح يعني المشكله مش عند صلاح، انما في الاخر انا اتوقع، لو انت بتساليني اتوقع ان صلاح هيرحل عن ليفربول. هيرحل عن ليفربول. يعني لو انت بتساليني على الراي الشخصي بالقصه اللي بتدار قدامنا دي، ولعبه القط والفار دي، لا صلاح مش موجود في ليفربول، دي وجهه نظري يعني. كابتن محمد عمارة نجم منتخب مصر السابق والنادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا. طيب خلينا نروح لمباريات النهارده في دوريات الاوروبيه. لو هنبتدي مع الدوري الانجليزي، الساعه 9:30 ساوثهامبتون هيقابل تشيلسي، في نفس التوقيت ايفرتون هيقابل ولفرهامبتون، وفي نفس التوقيت نيوكاسل هيقابل ليفربول، ومانشستر سيتي هيقابل نوتنغهام فورست، والساعه 10:15 ارسنال هيقابل مانشستر يونايتد، و10:15 ايضا هيقابل استون فيلا برنتفورد. خلينا نتابع ونشوف مين هيقدر يحسم الفوز في مباريات اليوم. دلوقتي وصلنا مع حضراتكم لـ On Fire News. نبتدي من عند النادي الاهلي اللي بيخوض النهارده صباح اليوم رانو الاخير بالقاهره على ملعب مختار التتش، قبل السفر بكره او السفر العصر النهارده لجنوب افريقيا لمواجهه اورلاندو الجنوب افريقي. بيترأس البعثه حسام غالي استعدادا للمباراه اللي هتكون عصر يوم السبت اللي جاي باذن الله في الجوله الثانيه لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. استقر السويسري مارسيل كولر على استمرار محمود عبد المنعم كهربا في قيادة خط هجوم الفريق في مباراة الأهلي أمام أورلاندو، وبيرغب كولر في منح وسام أبو علي مهاجم الأهلي فرصة استعادة الفورمة الفنية والبدنية بشكل كامل بعد تعرضه للإصابة في مشط القدم، وبيرفض فكرة أن هو يستعجل في عودته وخايف طبعا على سلامة اللاعب. كان كهربا شارك أساسي في مباراة الأهلي وستاد أبيجان الإيفواري بدوري أبطال أفريقيا، نجح في تسجيل هدفين وشارك أساسي في مباراة البنك الأهلي الأخيرة بدوري نايل اللي انتهت بالتعادل السلبي. أعلن كمان النادي الأهلي موافقة ريال مدريد على قضاء محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الفريق لفترة معايشة بالنادي الإسباني، وهيقضي محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي فترة معايشة بنادي ريال مدريد لمدة أسبوع. وأوضح الأهلي أن الزيارة هتتضمن ورش عمل واجتماعات متنوعة مع مديري ومسؤولي القطاعات المختلفة بالنادي، ومنها قطاع الناشئين والأكاديميات والإعلام والتسويق والرعاية وإدارة المباريات. شهد كمان مقر النادي الأهلي بالجزيرة زيارة وفد من نجوم الكرة الليبية السابقين على هامش زيارتهم للقاهرة، وضم الوفد الليبي مجموعة من نجوم الكرة منهم الشريف بالقاسم ومراد عاشور وخالد ذكري ومراد الصيد وعادل القسطي والعارف القديري وإسماعيل بوخميرة. وكان حريص دكتور سعد شلبي على الترحيب طبعا بالوفد كامل، وأكد اعتزاز النادي بالعلاقات الوطيدة مع الأشقاء في ليبيا، وحرص على إهدائهم درع النادي زي ما حضراتكم شايفين، وبرضو خدوا بعض اللقطات يعني للذكرى، وقدم درع النادي للوفد اللي كان بيزورهم من نجوم الكرة الليبية. لو هنروح لأخبار نادي الزمالك ونبدأ من عند مجلس إدارة النادي اللي قرر سفر الفريق لنيجيريا
بطياره خاصه، وده قبل مواجهه انيمبا النيجيري في بطوله الكونفدراليه الافريقيه. وفضل مجلس الاداره سفر الفريق في طياره خاصه، يعني بيحاول ان هم يوفروا كل سبل الراحه للاعبين والجهاز الفني قبل مواجهه بطل نيجيريا. أعلن أحمد رفاعي مدافع فريق الزمالك عن تجديد تعاقده مع النادي، وكتب أحمد رفاعي على فيسبوك بي وإن ليس للإنسان إلا ما سعى، 13 سنة داخل جدران نادي الزمالك والمسيرة مكملة، بعلن التجديد لبيتي والمكان اللي متربي فيه، وبشكر مجلس الإدارة وعلى رأسه كابتن حسين لبيب اللي بشكره ولو الفضل في تجديد الثقة ودعمه لي. قال كمان بشكر جمهور الزمالك العظيم والحبيب والمعشوق الأول والدائم داعما والداعم دائما، وبوعدكم أن هبذل قصارى جهدي ولن أبخل بنقطة عرق من أجل نادي الزمالك ومن أجلكم، وأكون عند حسن ظنكم، والقادم أفضل بإذن الله. نروح لخبر تاني، وكان حريص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على الإشادة بالمستوى اللي ظهر عليه ناصر منسي مهاجم الفريق في مباراة غزل المحلة وإحرازه لهدفين في المباراة دي. وجوميز قدم الدعم للاعب وقدم له التهنئة على مستواه على مع الفريق، وطلب منه ان هو يستمر على نفس المستوى في الفترة اللي جاية، واكد له انه عنده ثقة كبيرة في امكانياته ولسه منتظر منه افضل من كده بكتير. كمان كشف مصدر داخل نادي الزمالك انه على الرغم من ان فهد المسماري لاعب التحدي الليبي من ضمن اللاعبين المعروضين على إدارة الزمالك للتعاقد معاهم، إلا أن مجلس الإدارة بيرفض مسألة دفع مليون دولار لضم اللاعب وفقا لطلبات النادي الليبي. وتابع المصدر كمان قال أن حالة حسم المفاوضات مع النادي الليبي فلن يوافق مجلس الزمالك على الطلبات المالية لنادي التحدي الليبي، وأن الزمالك هيعرض مبلغ أقل من ده بكتير، وكمان هيقسط المبلغ على قسطين او ثلاثه. قال ان اللاعب بيقدم مستوى مميز مع نادي الليبي، وده اللي خلاه يتحط ضمن اللاعبين المرشحين للزمالك، خاصه انه يتميز اللاعب صغير في السن، فممكن يقدر يدي لنادي الزمالك الفتره اللي جايه بشكل اكبر في حال انضمامه. ده كان آخر خبر معانا النهاردة. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نستقبل ضيفتنا اللي هتكون منورانا النهاردة سلمى مشهور صانعة محتوى ومحللة الكرة العالمية. خليكم معانا. لسه مكملين مع حضراتكم في صباح اون تايم، ونورتنا ضيفتنا النهارده سلمى مشهور صناعه المحتوى ومحلله الكره العالميه. سلمى صباح الفل عليك. صباح النور، اتشرفت. عايزه اعرف الحكايه بدات منين، يعني ايه اللي خلاكي تروحي لكره القدم، ايه اللي خلاكي تبتدي تروحي مباريات، ايه اللي شدك في الموضوع من البدايه؟ يعني مش ما بيجيش صدفه كده ان البنت دايما رجاله، انت عارفه لغايه دلوقتي حاطين حكر على الرجال كره القدم، ايه اللي شدك في كره القدم؟ انا طول عمري من وانا صغيره، احنا ثلاث بنات بس، عمري ما كنت بحب العب بالعرايس والحاجات دي، كنت دايما احب العب الحاجات اللي بره، كنت دايما يبقى معايا كوره واروح النادي عايزه العب كوره عايزه العب كوره. ما كنتش بتفرج على كوره كتير ساعتها لاننا كنا ثلاث بنات، فما كناش عندنا الكوره ما كانتش شغاله، حتى كنا بنتضايق لما بابايا يشغل كوره. بس بعدين بعد ما كبرت شويه ابتديت عايزه اتفرج على كوره اكتر، يعني هي بدات لعب بعدين بقت فرجه. وانا طول عمري فيا حته لما حد يقول لي انت مش هتعرفي تعملي حاجه او الحته دي ما تجربيش، ما اعرفش جوايا كده عند سنه اللي هو لا انا بعرف. فكان دايما مثلا واحنا صغيرين الولاد تقول البنات ما تفهمش، فانا اروح بقى رايحه اساله بابايا مليون سؤال واقعد احاول ابقى عارفه كل حاجه عشان اروح تاني يوم اقول لهم كام حاجه كده. ف ما اعرفش، هي في تنافسيه كده شويه فيا بتهيألي اللي عملت كده. الموضوع كان واخداه تحدي شويه؟ شويه. طب هل انت في البدايه يعني اللي هو ايه اللي انت بتعمليه ده؟ عارفه الحاجات اللي بتحبط البني ادم دي، انت مالك انت اصلا ومالك كوره، انت بنوته ويعني. لا مش في البدايه بس، هو لحد دلوقتي، و
مش في مصر بس ومش في العالم العربي بس، لسه جاي لي كومنت سخيف جدا من حد في انجلترا يعني من يومين. هقول لك، بس طبعا الجمل بتاعت على المطبخ، يلا روحي على المطبخ، دي يعني عايشه بيها يعني من لحد دلوقتي، بس قلت شويه. كنت من كام يوم في ماتش ليفربول ومانشستر سيتي، فانا بعمل انترفيوهات مع الناس قدام الاستاد، فكنت بسال سؤال لطيف كده، بسالهم مين اكتر جماهير بتستفزكوا في البريمير ليج، عايز اعرف كده انهي قاعده جماهيريه مثلا كله متفق انها سخيفه. راح الراجل قايل لي الستات، جماهير الستات، وانا اللي بساله وهو الراجل كبير وشكله محترم ومعاه عيلته، راح قايل الجماهير الستات. ف ده اكتر جمهور بيستفز. يعني لسه لغايه دلوقتي المنتاليتي دي مسيطره على يعني مش جوه مصر بس، لا لا، الواحد كان متخيل ان الموضوع في مصر بس، لا في العالم كله للاسف. يعني بتقابلي الانتقادات دي ازاي؟ في الاول كنت بزعل قوي بالصراحه، وكنت بحس ان انا محتاجه اعمل حاجه عشان اثبت ان لا، وكنت ساعات بحس اني عايزه ارد على الكومنتس دي، بس دلوقتي بقيت يعني حاسه انها قلت، وحاسه ان بقى في ناس بتخش تدافع عني في الكومنتات، فبقيت اللي هو حاسه خلاص انا شغلي ومجهودي واني اشتغل على نفسي ده هيرد على الناس دي ان شاء الله. طيب بداتيها بان انت بتحبي الكوره، انت عايزه تلعبي، انت يعني زي اي بنت صغيره، ولكن بداتي تاخدي الموضوع بشكل بروفيشنال اكتر، بتعملي فيديوهات، تكلمي عن، بتحللي عن الكره العالميه، ايه برضو اللي خلاكي تعملي حاجه زي كده؟ هي بدات يعني اني اعمل بقى كونتنت، يعني بدات ان انا كنت بلعب لعبه فانتسي بتاعت الدوري الانجليزي يعني، وبعدين مروان سري اللي بيصنع كونتنت يعني هو انا كسبته في الليج بتاع اللي كان كل اصحابه فيه، وطبعا كنت البنت الوحيده في الليج، فراح قال لي تعالي اعملي لقاء معايا تكلمي عن فانتسي، وبعدين في الاخر بقى بدات اني اعمل البرنامج بتاعي واتكلم عن فانتسي بقى طول الوقت. ايه اللي اختلف قبل ما كنتي بتعملي الفيديوز دي ودلوقتي؟ مجهود اكتر بكتير قوي يعني، انا قبل كده كنت بعمل مجهود، انا دايما بحب احط مجهود في كل حاجه حتى اللعب، بس دلوقتي طبعا مجهود جبار يعني، انا بتفرج على كل الماتشات، امبارح واصله من الطياره متاخر قاعده بتفرج على ماتش ابسويتش ما فيش حد بيتفرج عليه غير اهالي، كده كده سام مرسي يعني، قاعده بتفرج على الماتش وانا بنام على نفسي، بس لازم اتفرج ويبقى معايا نوتة واكتب وانا بتفرج، فده طبعا حاجه مش ناس كتير بتعملها. ايه الصعوبات اللي بتواجهك في ان انت تصوري جزء من المباراه، في ان انت اكيد تعملي مونتاج، ايه الصعوبات اللي بتواجهك بشكل عام؟ من اكتر الصعوبات وانا في انجلترا هي اني اجيب تذاكر للماتشات، وانا دايما بيبقى عندي توتر ان انا شغلي مبني اني الاقي تذكره، ودي حاجه مش بايدي خالص وحاجه صعبه جدا يعني، اللي حاول يروح ماتشات البريمير ليج هيعرف قد ايه هي صعبه، فببقى حاسه افرضوا ما لقيتش ولا تذكره لمده شهر جاي هعمل كونتنت ازاي، فدي صعوبه كبيره بتواجهني يعني، بس بسبب الموضوع ده اصلا بقيت بحاول اروح ماتشات مش في البريمير ليج، بقيت بحاول اروح بقى الدرجات الاوطى من كده يعني عشان اوري الناس حاجه جديده، ف بتصرف. بتحاولي. بحاول بالظبط. مين شجعك ان انت تعملي صناعه محتوى، ان انت تعملي فيديوز، ان انت تصوري مباريات؟ اعتقد كل الناس اللي حواليا يعني، من جوزي لمامتي وبابايا واخواتي واصحابي يعني، كله كان حاسس ان دي حاجه حلوه، وان انت ما دام بتتعبي فيها يبقى اعمليها، وطبعا طبعا الكومنتات بتاعت الناس وكده بتشجعني كل يوم، هي اللي بتحمسني. الانتقادات اللي انت بتقوليها كانت في الاول بتزعلك، هل دلوقتي بتاخديها ان هي دافع اكتر ليكي بقيتي تتجاهليها؟ انا بسالك ده ليه؟ لان كلنا من اول ما اشتغلنا في الكوره تعرضنا لحاجات زي كده، يعني هي البنت فكره ان هي تتكلم عن الكوره او 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 حتى لو كانت هي سوبر، لا هو طول الوقت الفكره انت بتتهاجمي فيها، انت هما مش شايفينك في الحته دي، حتى لو انت افضل من الرجال في الموضوع ده. هم شايفين ان هم عشان اتولدوا رجاله يبقى على طول هم عندهم معلومات اكتر وهم قادرين اكتر، بس انا مش الكومنتات الوحشه اللي بتديني دافع، بالعكس البنات اللي بتبعت لي مسجات تقول لي انا اتجرأت اني اتكلم في الكوره، وانا بقيت بعمل كونتنت، وانا دلوقتي لما حد بيقول لي حاجه برد عليه وبوري له، دي اللي بتحمسني اكتر، ان انا اشجع بنات انها تتكلم في الكوره، تتفرج على كوره. بقى في بنات كتير بتبعت لك، كتير جدا بيبعتوا لي، اللي هو انا كنت قبل كده بتكسف اتكلم في الكوره، بس دلوقتي زي ما انت قلتي لو بنتعب وبنثقف نفسنا احنا زينا زي اي حد. هم كانوا بيتكسفوا لان هم
بيتم انتقادهم نفس الشيء بالزبط. فهي عارفه لو ما فيش انا عندي ثقه ان انا اكمل بقى خلاص بتاخد جنب كده وتبتدي بقى ايه عارفه ممكن ما تكملش اصلا في اللي هي بدات فيه. ايه اكتر حاجه بتستمتعي فيها وانتي في مباريات الدوري الانجليزي؟ يعني انا عارفه ان انا هيبقى شكلي قالش وانا بقول كده بس فعلا ريحه النجيله. انا عارفه ان دي حاجه لسه امبارح كنت بتفرج على فيلم الحريفه واول ما نزل الملعب هو كان هيحترف في نادي في البرتغال نزل عمل ايده على النجيله كده وشم ريحه النجيله. والله فكرتيني بنفس الموقف. هي دي بجد بتخشي الاستاد كده بتحسي بريحه النجيله. واصلا في انجلترا بقى دلوقتي الجو برد قوي والماتشات دي بتبقى لو الدنيا برد بره هي الماتشات بتبقى ضعف 10 ولو قاعده فوق خالص بتبقي متلجه. بس الحاجات دي بتوحشني يعني اي توقف دولي كوفيد اي حاجه زي دي بحس انا نفسي في ريحه النجيله وانا متلجه. الفتره دي ما هو انا كوفيد ده كان اول ما عزلت انجلترا فانا ما لحقتش ادمن الماتشات قبل كوفيد الحمد لله. بس في الفتره دي كانت برضو الامور صعبه جدا. لا كان نكد يعني نكد تام يعني. كنت بروح قدام الاستادات على فكره كنت بروح اقف واقعد ابص من تحت السور وحاجات كده اتفرج على الماتشات. طيب اهم حاجه لو هنتكلم فيها يمكن عن الدوري الانجليزي محمد صلاح. كلميني عن صلاح وعن شعبيته عن اللي بتشوفيه هناك انت على ارض الواقع. يعني تقريبا اللي على ارض الواقع ما يجيش نص اللي احنا بنشوفه على الشاشات. لا انا بقعد اقول الانجليز دول مبهورين بمحمد صلاح يمكن اكتر مننا. يعني طبعا دي حاجه صعبه تتقاس بس يعني انا طول عمري بروح انجلترا كتير قوي. انا اتربيت اصلا في اسكتلندا وكان لما حد يقول مثلا انا من مصر يتقال له رحت شرم الشيخ مش عارفه الاهرامات. دلوقتي والله كل حد تقولي له انا من مصر يقول لك محمد صلاح. لدرجه ان جدتي وجيرانها كانوا لما عرفوا ان انا هتجوز قالوا لي اوعي يكون محمد صلاح. هو بالنسبه لهم مصر يبقى محمد صلاح بجد. ورحت بقى ليفربول مرت صدفه الاسبوع اللي فات وكنت بسأل بقى الناس على عقد محمد صلاح وانه بينتهي. هم جماهير ليفربول منهارين. هو صلاح بيمثل لهم يعني انا بس كنت بسألهم بالتحديد تفضلوا ان انتوا تجددوا عقد مين صلاح ولا ترنت ولا فان دايك التلاتة دول. وطبعا ترنت ده ابن النادي وفان دايك هو الكابتن. 70-80% من الاجابات كانت محمد صلاح. محمد صلاح العمل محمد صلاح بقول في انجلترا مش سهل ابدا ان هو يبقى رول موديل عربي في الدوري الانجليزي. واكيد انت عارفه ان الموضوع ده صعب جدا. شايفه اللي عمله محمد صلاح ايه بيمثلك ايه؟ يعني انا مبسوطه انك سالتيني ده دلوقتي لاني كنت بشوف فيديو كده زمان لجماهير بتغني انا هروح المسجد عشان محمد صلاح وحاجات كده. بس انا شفت الصور دي والفيديوهات بس كنت كل ما بروح انفيلد مش بسمع الاغنيه دي. وبقول بالصدفه اول امبارح وانا في ماتش سيتي كل اللي ورايا وانا كنت في الستاند الجديد كانوا بيغنوا انا عايزه ابقى مسلم عشان محمد صلاح انا هروح المسجد عشان محمد صلاح. انا ساعتها بجد كنت حاسه ما بنسمعهاش دي عن اي حد في اي حاجه. دي حاجه اعمق بكتير قوي من الكوره واعمق من الحب. ف حاجه مبهره يعني. اثر بشكل فظيع. ذكرياتك مع نجوم الكوره بقى ايه؟ الموضوع صعب قوي يعني انا كتير ابتسامة عريضه عشان دي معاناة عندي ودايما بقعد اراجع نفسي هل انا كده ببهدل نفسي على الفاضي. لان يعني انا مثلا حد مثلا يجي ماتش ليفربول يقول لي سلمى انا عايزه اتصور مع صلاح ينفع بعد الماتش وانا حاسه انتوا فاهمين الدنيا غلط خالص. ده معاناة مش طبيعيه عشان بس لعيب كوره يعمل لك باي باي يعمل اي حاجه. وبتبقى محتاجه مجهود لازم تقعدي في البرد ساعتين بعد الماتش تستني العربيات ويمكن يعملوا كده يمكن ما يعبروكيش. في قصص حلوه يعني في مثلا سعيد بن رحمه لما كان في ويست هام اداني التيشيرت بتاعته ودي كانت حاجه حلوه قوي. وحتى اللي حواليا قعدوا يقولوا لي خبيها بسرعه هتتشد منك ومش عارفه ايه. في قصص حلوه قوي طبعا يعني بس الموضوع صعب قوي 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 يعني قوي يعني بيبقى محتاج اللي هو انا هتقاتل. وبرده اللي هو لازم ابقى متقبله هو ممكن ما حدش يعبرني ممكن اقعد 3 ساعات بعد الماتش استنى ولا حد يبص لي حتى. انا عاجبني قوي الكلام اللي انت بتقوليه لان ده هيخليني اروح. ان هنا اوقات ناس كتير جدا بيستنوا صلاح يجي وبيبقوا عايزين يتصوروا معاه واوقات بيروحوا الاوتيل وفي الحقيقه ما بيقدروش يوصلوا. انت عارفه بيبقى في معسكر مغلق وما ينفعش ان انت تخترق خصوصيه المعسكر وناس بتزعل بيقول لك طب ليه احنا هنشوف صلاح في ليفربول بيتصور هنا وبيصور. فانت من قلب الحدث لما تقولي حاجه زي كده فبتوضحي الصوره
كاملة، مش قصة هنا بس، لا ده يعني في العالم كله، حتى هناك في ليفربول نفس الشيء بيحصل وأصعب كمان. وده غير كده هي في تعليمات، يعني مثلا وأنا واقفة مستنية العربيات تخرج من ليفربول هم ممنوع يقفوا، حتى لو اللعيبة عايزة تقف وقدام عيني كذا مرة بيبقوا عايزين يقفوا، ممنوع. ده يعني فيها كلام، فالناس بتجري وراهم عند الإشارة وساعات بيقفوا، بس فعلا أنا عذراهم. هو لو واحد وقف أنا شفت بعناية كله نط على عربيته، يعني الموضوع صعب. وانا عارفه من قلبي بجد وانا بقول كده، هم بيبقوا عايزين يقفوا للجماهير. انا ياما شفتها ياما شفتها، وشفت لعيبه بتسال الناس اللي في الاوتوبيس ينفع هتصور بس مع حد فيهم، ومتقال لهم لا. فهي الموضوع غلس، في لعيبه بتبقى لذيذه وبيبان عليها انها بتحاول وبتبتسم وتتاسف وكده، وطبعا في لعيبه مش مهتمه يعني. انا مستمتعه جدا بالحديث، ولكن خليني استاذنك نروح لفاصل. بعد فاصل لسه مكملين مع حضراتكم، خليكم معانا. برحب بحضراتكم مره ثانيه، لسه مكملين معاكم في صباح اون تايم، ولسه منورانا سلمى مشهور صانعه المحتوى ومحللة الكره العالميه. سلمى، قبل الفاصل كنت بتتكلمي معايا ان انت اخر مره كنت فيها في ليفربول اتكلمتي مع الجماهير وعن فكره التجديد لصلاح وفكره ان هو يرحل. ايه اخر الاخبار هناك من ارض الواقع؟ يعني في اصلا يافطه في اخر ثلاث أربع ماتشات لليفربول، كله أكيد شافها، اليافطة اللي بتقول للإدارة وللمالكين بتوع النادي ادوا صلاح، إن صلاح بيعمل بالسهم، ادوا له الفلوس اللي هو عايزها، بس هي طبعا بالإنجليزي لايقة يعني، فبيقولوا له ادوا له اللي هو عايزه. طبعا اليافطة دي في الكوب إند، أشهر ستاند في الأنفيلد، ومن أول اليافطات اللي بتطلع أول ما الجماهير بتخش. لكن طبعا كل الناس عارفة ان مفيش حاجة اسمها ندي حد اللي هو عايزه، يعني الناس بقى اللي بتكلم معاهم شوية برغي بقى معاهم، يعني بيقولوا طبعا لازم يوصلوا لحاجة في النص يعني، بس انا مقتنعة انه هيجدد. حل مقتنعة انه هيجدد فعلا؟ ده عكس كل أنا التوقعات. انا عارفة وما عنديش اي معلومات من داخل اي حاجة، كده كده انا بقول عن اقتناع يعني ليا. انا حاسة انه هيجدد، انا حاسه ان الكلام ان هو عايز 3 سنين وهم بيأوحوا في 3 سنين، بس انا حاسه هيجدد حتى لو سنه يعني. انتي ممكن يبقى في تجديد لسنه. انت شايفه ان ده بتمسك الجمهور بيه، باللي بتشوفيه، بالضغط، يعني ان ليفربول ممكن يجدد؟ هو فكره في الفلوس يعني، الامور كلها ماديه يعني. انا حاسه ان الموضوع بسيط، انت مش هتعرف تجيب واحد يعمل اللي صلاح بيعمله بفلوس اقل من كده، فايه اللي يخليك مستحيل تلاقي حد يعمل اللي صلاح بيعمله، يبقى اعلى واحد جايب اسيستات وجوان في تاني اعلى واحد جايب اسيستات وتاني واحد اعلى واحد جايب جوان في الدوري من لا مش هتلاقي حد يعمل ده يعني، مستحيل. من خلال معايشتك هناك، من وجهه نظرك شايفه ايه سبب تعلق جماهير ليفربول بصلاح بعيدا عن الملعب؟ يعني هو تالنت، لكن في اكيد في مواهب كتير، مش صلاح بس. انا بحس ان ليفربول عامه بيحبوا الحد اللي يدخل نفسه في المجتمع بتاعهم، يعني ليفربول كمدينه حتى سياسيا هم عندهم فخر كتير قوي بنفسهم، بيحسوا ان هم مش مستقلين بس ان هم ناس يعني ناس لوحدهم كده، فهم بيحبوا اللي يخش المجتمع بتاعهم ويبقى واحد منهم. وحتى صلاح عمل كده وكلوب عمل كده، وشفنا بقى عشقهم لواحد زي صلاح وكلوب، يعني صلاح بضحكته بابتسامته بوجوده بكل الحاجات دي، انا اعتقد ان هي دي. يعني احنا شفنا رحيل يورجن كلوب عن ليفربول كان مؤثر بشكل كبير جدا، هو قعد سنوات طويله وحقق انجازات مع بروسيا دورتموند في الدوري الالماني، وكان مرتبط جدا ببروسيا دورتموند، ولكن مع ليفربول لا، كان الرحيل مؤثر ورسائل مؤثره، وهو حتى في الاعلان عن الرحيل كان امور مش سهله خالص. ما تذاكر الماتش دي يعني، انا كان نفسي اروح الماتش ده، حتى لما ليفربول كان باين ان هو مش بينافس على الدوري، تذاكر الماتش كان ب 3000 استرليني اقل حاجه تتجاب ب 3000 استرليني، وكل حد قابلته سالته على اليوم ده بيحكي لي بقى ده انا اتاثرت اكتر من لما فلان فلان توفى. لا الناس اساطير عندهم. الناس كان بتقول انها عيطت في الاستاد، يعني كذا كذا حد قابله يقول لي كده يعني. هل شايفه ان جماهير ليفربول شايفين ان صلاح مظلوم ان هو ما حصلش على الكره الذهبيه بعد الانجازات الكتير اللي هو حققها؟ لا مش حاسه يعني، حاسه ان هم حاسين ان هو هياخدها.
فعلا؟ معاهم يعني كان كذا حد بيقول كده. طبعا كل يعني حاجه برضو من الحاجات اللي شفتها وانا بروح ماتشات لنوادي مش جامده، نوادي عمرها ما بتكسب، ان هم بيبقوا شايفين ان لعيبتهم دول ما فيش زيهم، انهم فما بالك بقى ان هو فعلا لعيب جامد جدا وفعلا يستاهل ان هو ياخد جايزه زي دي. بس طبعا البالون دور فيها حسابات كتير قوي ملهاش علاقه بادائي الفردي، لازم فريق يكسب حاجات، لازم منتخب يكسب، لازم الفرق الثانيه ما يعملوش. بس يعني لو كملوا كده ليفربول في الشامبيونز ليج والدوري ليه لا؟ ممكن، ممكن جدا. عايز اسالك عن عمر مرموش، يعني يمكن البعض دلوقتي بيربط، وصلاح في لقاء ليه قال ما تقارنوش، المقارنات ظالمه، والكلام اتاخد من صلاح ان هو بيقول ان انا في حته. لا طبعا الكلام ما كانش ده معناه خالص، كان معناه ان الراجل لسه بيبتدي ولسه قدام منه مسيره كبيره جدا، وما تضغطوش عليه، ما تقارنوش بيا، يعني لما يوصل للوقت اللي انا وصلت له ابتدوا اعملوا كومبير عشان تبقى منطقيه. شفتي الكلام ده ازاي؟ تاني حاجه كمان، هل ممكن نشوف مرموش في الدوري الانجليزي؟ مبدئيا كميه لعيبه بتقول اللي صلاح قاله ده، كميه لعيبه ما بتحبش موضوع المقارنات، بيحسوا نمره واحد انا ذات نفسي. يمكن مرموش نفسه مش عايز يتقارن بصلاح يعني، فانا مش حاسه ان في اي مشكله خالص في اللي صلاح قاله. بنسمع دي كتير جدا، وبنسمع دي من مدربين بيقولوا ما تقارنوش اللعيبه، ما تحطوش عليهم الضغط ده، يمكن هم مش عايزين ده. فما عنديش اي مشكله خالص باللي صلاح قاله، بالعكس يعني شايفاه كان كلام كويس. نشوف مرموش في الدوري الانجليزي، انا اتمنى ده، يعني انا كل ما يكون في لاعب مصري في الدوري الانجليزي بتبقى حاجه جميله، بياخد معايا العلم والناس بتبقى عارفاه، سام مرسي طبعا والمحمدي والنني وصلاح كل دول. في كلام على ارسنال، معرفش الكلام ده جاي من جماهير اللي عايزين حد زي مرموش فعلا، اعتقد يعني اعتقد ان هم عايزينه فبيقولوا ده. ما اعتقدش انه هيجي في يناير، بس اعتقد ممكن جدا الموسم اللي جاي. البعض بيقول ان هو ماشي كويس قوي في الدوري الالماني، وليه ما ينتقلش من انترخت فرانكفورت لفريق افضل ويبتدي يسطر تاريخ برضو في الدوري الالماني، وتبقى بعد كده مرحله تانية ان هو ينتقل لدوري اخر، بما ان الكيمستري بتاعته مع الدوري الالماني. ايه رايك في الموضوع ده؟ يعني انا حاسه ان اللي بيحصل في الدوري الالماني كلنا حافظينه، بايرن بيشوفوا حد بينافسهم بيروحوا جايبين الحد ده. اعتقد ان مرموش هيكون مختلف، هيبقى عايز تحدي اكتر. كلنا عارفين ان الدوري الانجليزي انا كده كده هو دوري بتاعي المفضل، بس هو فعلا اكتر دوري صعب دلوقتي، اكتر دوري فيه تنافسيه، اكتر دوري اي فريق ممكن يعمل اي حاجه. فانا اعتقد يعني ان هو طبعا ممكن يروح بايرن، بس انا حاساه هيروح الدوري الانجليزي لو جات له فرصه كويسه. من اقوى الدوريات طبعا الدوري الانجليزي. شايفه زي محترفينا كمان في الدوريات الثانيه ممكن مين يكون ليه فرصه في الدوري الانجليزي؟ انا السنه اللي فاتت كنت حاسه مصطفى محمد، كنت حاسه فرق كتير قوي عايزه السترايكر، ورجع السترايكر التقليدي شويه، يعني كان في فتره ما بقاش موضه السترايكر التقليدي، رجع دلوقتي بقت نوادي كتير قوي بتدور على السترايكر التقليدي. فانا كنت حاسه ان مصطفى محمد ممكن يبقى اوبشن حلو، نستنى ونشوف يعني. وشايفه كمان ان هو مع نانت يعني مش افضل حاجه، وهو انا لسه كنت بقول في بدايه الحلقه امكانياته اعلى من الفريق. بالظبط، وهو عنده القوه البدنيه اللي بنشوفها في فرق كتير قوي من فرق الدوري الانجليزي اللي بتبقى محتاجه حد فيزيكلي كده قوي، فيا ريت نشوفه في الدوري الانجليزي. في وقت من الاوقات اول بدايه مصطفى محمد شبهه ان هو شبه عمرو زكي، عمرو زكي كان ليه طبعا يعني تجربه رائعه، للاسف ما استمرتش، ولكن كانت تجربه من اقوى التجارب في الدوري الانجليزي. لا انا لحد دلوقتي لما بروح بقول اني مصريه في ناس كتير قوي تروح قايله لي عمرو زكي، عشان انا بقول لهم اني بلعب فانتسي، وعمرو زكي في فانتسي كان اسطوره بقى، فيعني فناس كتير قوي فاكره طبعا عمرو زكي يعني. سلمى انا مبسوطه ان انت كنتي موجوده معايا النهارده، واستمتعت جدا جدا بالحلقه، وبشكرك، وان شاء الله تكون الاجازه الجايه موجوده معانا ان شاء الله. ميرسي قوي يا اميره، وانا اتبسطت جدا. ميرسي يا سلمى. سلمى مشهور طبعا صناعه المحتوى ومحللة الكره العالميه، كانت ضيفتنا النهارده، وهي يعني انا ما اعرفهاش على المستوى الشخصي، لكن هي ضيفه لذيذه جدا، وزي ما حضراتكم تابعتوا يعني الفقره بشكرها طبعا على تواجدها معانا النهارده، بتمنى لها تكون زياره سعيده في مصر. وبشكر حضراتكم على المتابعه. بكده وصلنا لختام حلقتنا، اشوفكم بكره باذن الله في صباح إلى اللقاء.